بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 34. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نواصل الكلام على الآيات من قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إلى قوله تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. قد سبق الكلام على مفردات هذه الآيات، والآن نتبين ما فيها من فوائد وأحكام. فيؤخذ من هذه الآيات أن تهديد الكفار للمسلمين لا حقيقة له، وإنما هو من كيد الشيطان، فإن الكفار لا يقدرون على أن يضروا المسلمين إلا بشيء قد قدره الله سبحانه وتعالى. فإذا خاف المسلمون من الله جل وعلا فإن الكفار لا يضرونهم، وإذا كان العكس، يعني خافوا من الكفار، فإن الله يسلطهم على المسلمين. فالواجب على المسلم أن يخاف من الله عز وجل ولا يخاف من غيره، خوف العبادة، وهو الخوف الذي معه الذل والانقياد ومخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى. وذلك بأن يتنازل المسلمون أو بعض المسلمين عن شيء من دينهم مخافة من الكفار، فإذا فعلوا ذلك سلط الله عليهم الكفار ولم ينفعهم خوفهم منهم. وهذا ليس بجديد، فإن الكفار ما زالوا يهددون المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال في الآية الأخرى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فنواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقدر على منعهم ويقدر على عقوبتهم. فلا يجوز للمسلمين أن يخافوا من الكفار ولا أن يعبأوا بتهديداتهم ما داموا متمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله. أما إن تنازلوا عن شيء من دينهم من أجل إرضاء الكفار فإن الله يسلط الكفار عليهم. ويؤخذ من هذه الآيات أن المسلمين إذا اعتصموا بالله فإنه لا يضرهم كيد الكفار، لأن الله تكفل لهم بالنصر وتكفل لهم بمنع عدوهم أن يصل إليهم. فيجب الثقة بوعد الله سبحانه وتعالى. يؤخذ من هذه الآيات أنه لا يجوز للمسلمين أن يتأثروا من تهديدات الكفار ووعيدهم ولا يلتفتوا إلى ذلك، فالواجب على المسلمين ألا يتأثروا. وما وقع في بعد وقعة أحد خير مثال على هذا، فإن الكفار هددوا المسلمين ولا تزال جراح المسلمين تنزف من ملاقات الكفار في وقعة أحد، ومع هذا يتبعون بالتهديد. ولكن أهل الإيمان وثقوا بالله عز وجل ولم يلتفتوا إلى تهديد الكفار، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فصرف الله عنهم كيد الكفار لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهكذا ينبغي للمسلمين اليوم أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وأن يحققوا هذا القول بالعمل، وذلك بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والعمل بطاعة الله وتحكيم شرع الله وتعليم العلم النافع والعقيدة الصحيحة، ولا يلتفتوا لتهديدات الكفار.
يؤخذ من هذه الآيات وجوب الخوف من الله وحده، وهذا كما سبق أن الخوف نوع من أنواع العبادة، وصرفه لغير الله شرك، وهو الخوف الذي يسمى خوف السر، وهو خوف المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله من جلب الأرزاق وشفاء الأمراض وغير ذلك. فلا نخاف في هذه الأمور، لا نخاف أن أحدا يقطع أرزاقنا، أو أن أحدا يجلب لنا الأمراض، أو أن أحدا يضرنا، إنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. فنعلق الخوف بالله عز وجل، وهذا الخوف الذي يجب إخلاصه لله، وهو خوف العبادة. ويؤخذ من هذه الآيات أنه لا ينبغي التحسر على الكفار الذين آثروا الكفر على الإيمان، لأن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ولا يحزنك الذين سارعون في الكفر. فإذا بذلنا الدعوة إلى الله وبيان الحق ولم يقبلوه، فإننا لا نتحسر عليهم ولا نتأسف لهم، لأن مهمتنا هي البلاغ والدعوة إلى الله، وأما الإيمان وقبول الحق هذا إنما هو بيد الله عز وجل، فلا نحزن على هؤلاء إذا لم يستجيبوا. ويؤخذ من هذه الآيات بيان حكمة الله في صرف الكفار عن الإيمان، أن الله صرفهم عن الإيمان لحكمة منه سبحانه وتعالى، وهي أنه لم يرد بهم خيرا، فلو أراد بهم خيرا لجعل في قلوبهم قبول الإيمان، فكونهم لا يقبلون الإيمان هذا دليل على أن الله لا يريد بهم الخير، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.